اديته تسهيلات كمان جديده في فيما يتعلق باعفاءات في التعرفه الجمركيه فيما يتعلق بالصناعه. صحيح. نعم. يعني احنا عندنا اللي هو يعني مبادره مهمه جدا، المبادره الوطنيه لتوطين وتعميق الصناعه. وفي خاصه الصناعه اللي هي الالكترونيه والتكنولوجيه. طبعا عندنا في شركات طبعا محمول العالميه، شركات التليفونات اللي هي المحموله اللي هي البراندات العالميه في هذه الحاله. نعم. الكوريه وغيرها اللي هي معروفه في وايضا الصينيه في في ثلاث شركات بالفعل، يعني الشركه الكوريه دي المعروفه دوليا، البراند المعروف ان هو فعلا عنده مصنع في بني سويف وبدا ينتج بالفعل من شهر اكتوبر اللي فات. كويس. بس طبعا في هذه الحاله بيبقى ناوي يعمل ايه؟ يغطي احتياجات السوق المحلي ويصدر لافريقيا ودول وبعض دول الشرق الاوسط. نعم. فهيصدر حوالي 40% من المحمول. طب انا اشجعه ازاي؟ من انتاجه في مصر. من طبعا كويس. هو احنا هيبقى مركز سلسله الامداد هتبقى في مصر. كويس. ما احنا دلوقتي العالم بيغير سلاسل الامداد. ايوه. بدل ما هي متركزه في اسيا في دول بعينها في اسيا. طب لما حصل وباء كورونا اغلقت. العالم توقف كله. نعم. بداوا يجوا عندنا. فمصر من ضمن دول شمال افريقيا هي والمغرب مرشحه لان تكون مركز لسلاسل الامداد. عملنا ايه؟ فعملنا ايه؟ هنا في هذه الشركه الكوريه المعروفه في مجال انتاج المحمول، تليفونات المحموله. في هذه الحاله عملت المصنع، هي عملت مصنع قبل كده في بني سويف. تلفزيون. التلفزيونات اللي هي السلع الالكترونيه. نعم. التلفزيونات وخلافه. نعم. فعاوزه تستثمر، فهي اوريدي خدت المصنع وبدات بالفعل يعني تنتج هذا التليفون اللي هو بالبراند بتاعته المعروفه. ايوه. في هذه الحاله طب عايز ايه فيه؟ يبقى رسم التنميه اللي هي 5%. عفينا من يصنع التليفون المحمول في مصر عشان تكون تقدر يعني تفي باحتياجات السوق المحلي وتصدر. أيوة. لدول كثيره في هذه الحاله. ودي مهمه. انه قلنا له طب اعفاء من رسم التنميه اللي 5% يبقى زيرو. رسم تنميه. يبقى زيرو رسم تنميه، يعني معفي من رسم التنميه للمدخلات الانتاج بتاعته. وكمان الاكسسوارات بتاعته زي البطاريه وزي اللي بتاع الشاحن زي. نعم. الى اخره، لانه العلبه بتاع الحاجه اللي بتحط فيها العلبه بتحط فيها التليفون بيبقى معاها كل هذه الاكسسوارات. يبقى ده. طب والتليفون نفسه بعد ما يبقى التليفون منتج نهائي باع فيه برضه من رسم التنميه، لان هيصدره عشان يقدر ينفذ الى الاسواق اللي كويس. هي خارجيه الخارجيه في هذه الحاله. كويس. يبقى انا بميزه كمان ده فيما يتعلق ب اللي هو تليفون رسم التنميه. طب الجمارك بقى يا فندم. الجمارك طب فيما يتعلق بالجمرك، النهارده ناقشنا بقى واقرنا القانون اللي هو قرار رئيس الجمهوريه بانه يبقى في الجمرك كان يتراوح ما بين 5-30% على مكونات اللي هو الشاشات اللي هي اللي بتبقى تستخدم في يعني التابلت وتستخدم في الموبايل الى اخره. دي بدل ما كانت تتراوح ما بين يعني بند الجمرك ما بين 5-30%، دي يا فندم هتبقى 2% من قيمه الايه، هتبقى 2% بدل 5-30% من قيمه الايه المدخل. اللي هو المكون نفسه. مكونات الانتاج. كويس. او من قيمه رسم الوارد ايهما اقل. يعني محاوله ان احنا بنقلل. يبقى اذا النهارده لو بتعمل محمول هتلاقي رسم تنميه في هذه الحاله معفي زيرو بدل 5%. الجمرك على المدخلات بدل بتتراوح حسب البند في هذه، لان في مكونات عديده في الشاشات وخلاف. يبقى ما بين يا فندم اثنين، تبقى 2% بدل من 5-30%. تبقى 2% من قيمه الحاجه اللي بتيجي، المكون المدخل الانتاج اللي بيجي من بره او من رسم الوارد بتاعه ايهما اقل. ده مهم جدا. كويس. في حاجات ثانيه، مكونات ثانيه معفيه، في موجود بها جدول معفيه في هذه الحاله. عشان كل ده تشجيع للاستثمار. تخلي الاستثمار الاجنبي المباشر يجي يعمل مصنع عندك. هو اوريدي موجود في العاشر من رمضان في شركه
في العاشر من رمضان بالفعل بدأت يعني تنتج التليفون المحمول. في كمان في زي ما قلت قبل كده بني سويف البراند الكوري المعروف في هذه الحالة بينتج فعلا في بني سويف، كل ده يغطي احتياجات السوق المحلي ويصدر للخارج في هذه الحالة، سواء دول الشرق الأوسط أو كانت دول أفريقيا في هذه الحالة. يبقى إذا معنى كده إن إحنا هذه المبادرة الوطنية لتوطين الصناعة وتعميقها، يبقى المواد يبقى الصناعات المغذية ليها هي كمان مستفيدة. أعتقد دي بداية طيبة، كلما كانت هناك استثمارات تأتي إلينا. يعني في المحمول مثلا عندنا دلوقتي 3 شركات موجودة، واحدة في العاشر من رمضان، واحدة في بني سويف، وأخرى يعني في 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 مكان آخر، يعني مكان آخر بس مش متذكره. المهم في نهاية الأمر إنه إحنا عندنا في مصر استهلاكنا من التليفون المحمول في السنة 18 مليون يا فندم جهاز. تخيل 18، لما كل جهاز لو أنت بتستورده من بره بيكلفك قد إيه بالنقد الأجنبي؟ بالطبع كل سنة 18 مليون جهاز، 13 مليون جهاز. شوف الجهاز بقى بالدولار قد ايه يا فندم بتجيبه من بره. يبقى في هذه الحالة هناك مليارات تذهب الى الخارج لاستيراد الايه الموبايلات. يبقى انا لما يكون الموبايلات اللي هي البراندات اللي هي المعروفة عالميا